أهلا وسهلا بكم أعزائي في درس جديد من فوتوشوب. في هذا الدرس نتعلم كيف نزيل الخلفية الزرقاء، صورة السماء هذه، ونستبدلها بصورة ثانية. حتى نقوم بهذه العملية نحتاج إلى أداة من أدوات الفوتوشوب، وأفضل أداة بالنسبة لهذه الصورة هي البين تول اللي هو هذا. نرمز إليه اختصارا بالكيبورد بالحرف بي. الآن نقوم بتحديد المنطقة اللي نريد نعزلها، فنبدأ بالضغط هنا بالماوس وهكذا نبدأ بتحديد المنطقة. طبعا عملية تحتاج وقت طويل وتركيز وطول بال، والصورة الآن صغيرة، نبدأ بتكبيرها عن طريق كنترول زائد ونستمر. مرور الوقت طبعا راح يصير عندك مهارة انك تكون اسرع واكثر دقة، كل شيء يحتاج الى ممارسة. الان ممكن نضرب على الكيبورد بي سبيس او مسافة، يتحول القلم إلى يد ونبدأ بتحريك الصورة. هذه المدخنة صغيرة، تفصيلة مهمة. سبيس مسافة، سبيس مسافة، سبيس مسافة، أو شوف مثلا هذا نقدر نسيطر على الصورة، نعمل كنترول ماينس وآخر شيء أغلقنا السلكشن. الآن كليك يمين ونعمل ميك سلكشن، نقول له أوكي. الآن أصبحت الصورة اللي نريد نعزلها محاطة بالسلكشن، هذه اللي راح نعزلها وليس هذه، فحتى البرنامج ما يقوم بعزل هذه ويبقينا على يقوم بالإبقاء على هذه. بس مثلا لو أعمل له مثلا select and mask، شو هيعمل برنامج؟ قل له أوكي، شال لنا البنايات وعافلنا السماء. واحنا نريد بالعكس، فنرجع خطوتين للوراء عن طريق كنترول زد، والآن نقول له select inverse، نرجع مرة ثانية select and mask، نقول له اوكي. طبعا من هنا نختار new layer with layer mask، قول له اوكي. شوف شال لنا السماء وترك لنا البنايات، وهو هذا الشيء اللي احنا نريده حتى نستطيع نستبدل السماء بأي صورة أخرى. شكرا، كان هذا كل ما عندي هذا اليوم.